ندوة أو ورشة عمل حول عملية التلوث النفطي في المناطق المنتجة، لأن التلوث النفطي في المناطق المحيطة بعملية الإنتاج والحقول للشركات النفطية. طبعا المحاضرة يلقيها المهندس أو الدكتور نبيل الطربقية، خبير في المجال النفطي، اشتغل في عدة دول خليجية تعاني من نفس الإشكالية ومناخها نفس المشابه لمناخ مناطق الواحات جاء لأجل الشقرة، وحاول يعرض أفكار وتجارب هذه الدول في التخلص من عملية معالجة عملية التلوث النفطي.